إذا نحن الآن متواجدون على مستوى محطة الأغا بالعاصمة، محطة النقل بالسكك الحديدية. هو يوم الأحد اليوم هي العودة التدريجية للنقل بالسكك الحديدية بعدما تم فتح النقل بالنسبة للخطوط الداخلية بالنسبة للطائرات وبالنسبة لمحطات النقل البري بالحافلات يوم أمس. إذا اليوم هي العودة بالنسبة للقطارات على غير العكس ربما ما شاهدناه في الأمس بمحطة الخروبة بالعاصمة، كان إقبال محتشم بالنسبة للمسافرين. اليوم إقبال كبير جدا بالنسبة للمسافرين على محطة النقل بالسكك الحديدية. زميلتي نادية، أكيد أن العديد من المسافرين هنا كانوا ينتظرون اللحظة بحكم المعاناة التي كانوا يعانونها خلال فترة التوقف لهذه وسيلة النقل التي كانت تريحهم، خصوصا بالنسبة للعمال الذين يقطنون بعيدا عن مقرات عملهم، خصوصا أيضا الطلبة بعد استئناف الدراسة في الجامعات. زميلتي نادية، تحضر معي السيدة سماح صالة المديرة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية لتضعنا في الصورة حول استئناف النقل بالسكك الحديدية صباحة اليوم. صباحك سعيد سيدتي. إذا اليوم تم استئناف النقل بالنسبة للسكك الحديدية، ضعينا في صورة ربما عن صباحة اليوم. نعم، صباح الخير. وهكذا تم استئناف رحلات حركة سير القطارات على القطارات الضواحي ابتداء من اليوم، ابتداء على الساعة 6 صباحا إلى غاية 6 مساء. ويشمل هذا الاستئناف على الخطوط الرابطة بين الجزائر تنية، الجزائر تيزي وزو ودعيسي، تنية تيزي وزو، وجزائر عفرون، جزائر زيرالدا، وهذا كمرحلة الأولى. وهذا الاستئناف حركة سير القطارات يكون مع احترام التام لجميع التدابير الوقائية التي وضعتها الشركة، وهذا لسلامة المسافرين التي تشمل الاقتناء أو وضع الكمامة اللي هي إجبارية واحترام مسافة الأمان. سيدتي، ربما أكيد الشركة، شركة النقل بالسكك الحديدية، سطرت برنامج خاص بالنسبة للرحلات التي تنطلق من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء. الرحلات هي 148 رحلة. كيف يكون تقسيم هذه الرحلات؟ ما هي المدة بين رحلة وأخرى؟ المدة بين قطارين يكون حوالي 32 دقيقة بين قطار وقطار. وهل ربما يعني الأولوية، طبعا ليس فقط الأولوية، يعني أهم الرحلات التي تم تصديرها تخص الطلبة؟ طبعا هي في لي زور دو بوينت يكون المدة تكون أقصر، ومن بعدك في يعني كي تجوز الأوقات الدروة يكون الامتداد يلحق حتى 32 دقيقة. وكما تستأنف أيضا غدا ابتداء من اليوم الغد إن شاء الله رحلتها على القطارات الجهوية والقطارات الخطوط الكبرى. فيما يخص الخطوط الجهوية، يتم استئناف الخطوط الرابطة بين الجزائر بويرة، الجزائر بجاية، الجزائر شلف، والعودة سير القطارات على الخط بني منصور بجاية. أما فيما يخص الخطوط الكبرى، سيتم عودة القطارات الرابطة بين الجزائر الوهران، ويكون هناك انطلاق على الساعة 8 لأول قطار رابط بين خط الجزائر وهران، وثاني قطار يكون على الساعة 10 على متن قطار نوع كوراديا. أكيد ربما من أجل الوقوف على احترام والالتزام بالتدابير الوقائية، أكيد هناك ربما أعوان داخل هذه القطارات للوقوف على مدى التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية.
نعم هناك مجموعة ليكون هناك أعوان لمراقبة احترام هذا البروتوكول. هذا الأعوان يعني يكون فيه طبيب هو الذي يعني يكون يعس على الاحترام التام للمسافرين لهذا البروتوكول. يعني هناك على مستوى كل قطار فيه طبيب؟ هناك مجموعة يعني يطلعوا من المحطات للوقوف على مدى الالتزام، وفي حال ربما التسجيل ربما إصابة أو حالة شك أو مشتبه بها يقوموا بالإجراءات اللازمة. كسؤال أخير لنعيد الخط للزميلة نادية. سيدة سماح، ربما هل ما دام أنه العودة هي استثنائية بالنسبة للقطارات وأكيد عدد المسافرين لن يكون بنفس العدد مثل ما كان في السابق، هل هناك تدعيم ربما عدد القطارات على مستوى المحطات؟ نعم يكون هناك تدعيم، هو يعني يكون على حسب الطلب، كل ما يزيد الطلب إن شاء الله نزيد عدد القطارات على حسب الطلب. شكرا جزيلا. إذا زميلتي نادية، كانت معنا السيدة سماحة سارة المديرة الجهوية لنقل بالسكك الحديدية. هذا ما لدينا إذا مثل ما تشاهدون خلفي زميلتي نادية، وصول قطار من أجل نقل المسافرين. لنا عودة لك في مواعيدنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله. نعم شكرا.